مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. قصة إيمان 26 سنة، عدد كبير من المغاربة كيتبعوها والكل ينتظر بشغف كبير واللقاء الأخير بينه وبين الصندوق الأسود كما عطت عليه الاسم ليحفظ موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، لتنور الرأي العام أكثر في الموضوع وإشارة بشكل مختصر في الموضوع، إيمان 26 سنة، الأم والأب ديالة توفى وقبل وفاة الأم 3 أيام عطتها سر فاجئة بشكل كبير. السر هو أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، غيرت لها الأمور ما هو أصعب. تبعنا خيوط الملف، عطتنا منحة آخر، ظهور ناس اللي كانوا شيئا ما تحسوا يعني في نفس الموضوع بأنهم هما الأمهات ديال إيمان. بعتبت العكس كان الله عز وجل وإيمان سبب ديالهم أنهم لقوا بناتهم، ولا زالت إيمان في الوضع تبحث عن الأم. الخيوط والسر اللي عطتها الأم اللي رباتها، قالت لي السر كان عند حفيظة ومحجوبة. شفنا الموضوع مع محجوبة، عطتنا أمور شيئا ما مختصرة في الموضوع وبقينا في إطار البحث. الموضوع الثاني هو حفيظة، الصندوق الأسود في الموضوع. آخر فيديو وضعناه كانت الوضع ديال الإيمان ليس على ما يرام في جوج الاتجاهات، سواء الوضع النفسي ديالها والمرض وكذلك الخوف من ردود الفعل ديال موضوع النقاش اللي هي حفيظة. النداء اللي وجهته للمغاربة، تفاعلوا مع الناس بشكل خاص، الجالية المغربية وساكنة أسفي بقوة، وهذا هو سبب اللي ربطت بي الاتصال اليوم وقالت لي بغيت نجاوب المغاربة. قلت لها مرحبا، دورنا هو نقل الخبر ومستجدات في الموضوع قبل الذهاب لأسفي. غادي نشوفوا النقاش ديالها مع المغاربة. إيمان، آخر فيديو كنت ماشي هذيك، الحمد لله تفاعل المغاربة، تواصلوا معاك، أشنو ضارب بينك وبينهم والناس ديال الجالية المغربية وأسفي بزاف تكلموا معاك، شنو ضارب بيناتكم؟ أول حاجة أنا كنشكر المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وبالخصوص الناس ديال أسفي اللي متضامنين معايا، والمغاربة كاملين متضامنين معايا كيف ما قلت لك، لا في خارج المغرب وداخل المغرب. وبالخصوص من اخر فيديو اللي درتو، الناس ديال اسفي بزاف اللي ضامنوا معايا وكيقول لي ايمان غير اجي وما تخافيش وحنا معاك، وإلا بغيتي قولينا غير النهار اللي تكوني جايه، الا ما كانش عندك كيفاش ديرش غادي تنقلي من البلاصه اللي غتكوني فيها حتى البلاصه اللي غادي تمشي عند حفيظه، حنا نجيبوا لك اللي غادي طوموبيل اي حاجه بغيتي، المهم غير تكوني فرحانة وما تبقيش مقلقة، وما بغيناش نشوفوك انك مقلقة او لا كتبكي او لا مخاصك شي حاجة او لا ناقصك شي حاجة، بالعكس كيقول بغيناك تكوني غير فرحانة وبقاي مستمرة وبغيناك تبقاي قوية حتى تعرفي الحقيقة، وهذا الشيء اللي غادي ندير، غادي نبقى قوية حتى نعرف الحقيقة. تعليقات الناس كيطرحوا سؤال، احنا ننقلوا الخبر بصدق وبأمانة، احنا ماشي في محط صنع قرار، انت صاحبة القرار في نفسك مع الخالة اللي هي في مثابة الأم اللي كبرات بطبيعة الحال هي حبيبة. الناس كيقولك علاش ما مشاتش للأسف؟ أنا عندي واحد المعلومات في المرض ديالك، إذا كان ممكن تعطيني السبب اللي خلاك الآن مازال ما مشيتيش للأسف. هاد الأيامات ولات كضرني رجلي بزاف، ما بقايش قادر أنني حتى نوض أنني نتمشى بها، وسميتو انها ولات كتعطيني الحريق لواحد بزاف، الا ما درتش ليها الدواء او ما درتش ليها باش انني كندير ليها ماساج ما نقدرش انني نزيد. داكشي علاش واخا الحاله ديالي كل نهار كتزاد، ولكن غادي نمشي ان شاء الله، واخا مريضه واخا ضراني رجلي اللي بزاف ولات هاد الايامات كيف ما قلت انها الواحد الصعوبه اللي بزاف، ولكن غادي نتنقل للاسف. انا غنقرب انوك الاسئله باش الراي العام يستوعب. انت قلتي نمشي وانت ما تتمشيش، يعني غير الوقوف عليها. عدد كبير من المغاربه في التعليقات واللي تواصلوا معك تيسولوك ما عرفوش السبب ديال هذا المرض، الا كان ممكن تروي معايا من الاول بناء على المعطيات اللي كانت قالت لك رابعه اللي هي كبراتك، منين جا هذا المرض؟ انت كتوقفي عليها وما كتقدريش تمشي، أسباب مسببات انطلاقا من التشخيص الطبي للموضوع وكذلك ما جاء على لسان المرحومة. واش عودت لك القصة؟ منين هذا المرض؟ علاش؟ عودي لي قصة المرض باش الرأي العام يتبع الأمور، نعرفوا المرض ديالك بالضبط.
انا المرض ديالي كيف ما كانت كتقول لي ماما الله يرحمها، كانت كتقول لي منا كانت عندك عامين انك مرضتي. تلوات لك الشوفيه اليسريه هي الاولى، ما بقيتيش كتقدري انك تمشي بيها، ما بقيتيش انك كتقدري تنوضي اولا تمشي. من بعد قالت لي منا خدينا لك واحد البراوات اللي كانوا كيجيبوهم ليا راجل عمتي من برا، ما تما قالت لي هما اللي خلوك انك بعدا تنوضي واحد الشويه، انك توقفي على رجلك واحد الشوي. من بعد منا رجعت لي الشوفيه ديالي كيف ما كانت، رجعت مزيانه، تبلوكات لي رجلي اليمينيه من جهه العصبه، من الركبه تشدت لي العصبه ديالتي. ما بقاش دابا الا كانت كما كانت قالت لي ماما الله يرحمها، قالت لي فمن كنت في الصغر الا تسرحات صعوبه باش كانت كتنى، ولا تنات صعوبه باش كانت كتسرح. مع المده داتني دوزت ليا في السبيطار، ردات ليا السكانير الراديوات كلشي، قالوا لي عندها بروده اللي شدت ليها هادشي اللي كانت كتقول لي هي بلسانها، قالت لي انها البروده شدت لك العصبه ديالك بلوكاتها، ما يمكنش لانها تسرح الا ما دارش الا ما درتيش العمليه. هادشي شكون اللي قالو؟ ماما الله يرحمها. وكان هادشي اللي كانت كتقول لي ما بغاش تقول لي، يعني كاينه حقيقه اخرى. اه من بعد صافي بحال هكا بقيت انا على داك الهضره اللي بقيت انا عليها، انها البروده هي اصلا نيت عندي البروده في المفاصل ديالي، ولكن بسبب هذاك بسبب هذا السر هو اللي سميتو. من كانت ماتت مشيت عند الطبيبه ديالها، مشيت مرات ومشيت دوزت عند الطبيبه ديالها كاينه حدانا. من مشيت قالت لي ايمان ما كايناش شي ام، قالت لي واش عرفتي الحقيقه؟ قلت لها واش انتي عرفتيني انني غير مربيه؟ قالت لي اه. قالت لي حيت كانت امي ربيعه الله يرحمها، قالت لي من النهار اللي جيت لهنايا ولات كتجي عندي ديما كانت كتعاود لي اي حاجه عليك. قالت لي اه عرفتها بانها مربياك، وهي تسكت تقول لي شوف يا ايمان، قالت لي ما كايناش شي ام غتربي بنيه وهي مريضه. قلت لها كيفاش؟ قلت لها يعني ديك الهضره قلت لها اللي سمعت؟ قالت لي اه. قالت لي السيده اللي كانت حامله بك كانت كتشرب شي حاجه باش انها تطيحك، واش هي ولا شي واحد اللي كان كيعطيها شي حاجه باش انها تحيدك؟ قالت لي هذاك هو الحاجه اللي خلاتك انك هكا. قالت لي يوم مشيت قلت لها وهي كانت عارفه؟ قالت لي كانت عارفاها. قالت لي حيت اول تدويزه باش دوزتي ودرت لك السكانيرات والراديوات قال لها شنو كنتي كتشربي ملي كنتي حامله ببنتك؟ قال لها هذاك هو الحاجه اللي كنتي كتشربي هو اللي دار لبنتك هكا، هذاك الشيء اللي كنتي كتشربي اثر على المفاصل ديالها، ما بقاش كتقدر داك المفاصل ديالها ما ولاو كيضروها. نعم يعني الاطباء كيسولوا ربيعه بحكم الوثائق ان هي امك. يعني هي تيسولها على الحمل. وهنا كيفاش كان الوضع ديالها هي في المعلومات اللي قالت لك الطبيبه؟ ما عرفتش، المهم هادشي اللي قالت لي الطبيبه، قالت لي هادشي انا قالت لي اللي كانت كتعاود لي ام ربيعه، قالت لي قلت لك صافي، قالت لي انهم هما قالت لي هما السبب، قالت لي بانك هكا ايمان، قالت يكون ما كانش كتشرب شي حاجه، قالت لي ما كنتيش غادي تكوني في حالك كمريضه. يعني الطبيبه عطاتك السر. نرجعوا ثاني للسؤال، هو الكل يسال متى سوف تكون عندك انطلاقه الاسفي؟ عندك جواب عما قريب؟ ان شاء الله. كيف ما قلت للناس كاع اللي كيعيطوا يقولوا امتى ايمان غادي تجي الاسفي، كنقول لهم انا ما عرفش، المهم عما قريب غادي نمشي الاسفي. وانا كنقول لهم ان شاء الله من نبغي نجي راه غادي نتواصل مع الناس اللي كيتواصلوا معايا من اسفيك، وقول لي يا ايمان لا الجمعيات او لا الحقوقيين او لا كل شيء، الناس اللي في اسفي باغيين يتضامنوا معاك وباغيين يوقفوا معاك باش تعرفي الحقيقه من الاول حتى الاخر. اللي فهمت انا وتبارك الله عندك الموات بزاف والبوات بزاف وكل شيء معاك. الحمد لله. طمأنيتي وكتضحكي. الحمد لله، حيت عرفت بالله راه لا بنات كيقولوا لي ايمن اعتبرينا خواتاتك، لا دراري، لا امهات، لا اباء، كلشي قالوا لي راكي وليتي وحده منا وما بغيناش نشوفوك كتبكي. واخر فيديو فاش شافوني كنبكي كلشي، الناس اللي كيعيط ليا كيبدا يبكي. الناس كيقولوا لي ايمن حنا ما قدرناش نكملوا الفيديو حيت ما قدرناش نشوفوك كتبكي وما بغيناكش تبكي. عندي معك سؤال اخير، غادي نرجع لقاعده المرض. الان التشخيص الطبي والاطباء الان، واش كاين امل انك ترجع للوضع ديالك على ما يرام شانك شان اي مغربي او مغربيه، يعني تمشي بحالك بحال الناس، كاين شي امل في هادشي؟ اخر مره فاش مشيت عند الطبيبه فاش النهار اللي قالت لي انك خاصك ديري عمليه في 2015، كانت عطاتني كل شيء، عطاتني انني نمشي عند الطبيب، مشيت عند الطبيب عند بروفيسور في ميريزكو،
شافني دار لي التحاليل، دار لي الراديوات سكانر، قال لماما ديك الساعة، قال لماما إيمان عند العملية سهلة، ولكن ديك الساعة منا كنت مازال كان بقى ما وصلش لعشرين عام، قال لها إيمان ما خصش لاباري ديال المغرب حيت مازال، قال لها كتزاد في الطول ديالها ما يمكنش لها، قال لها الحاجة الوحيدة خاص إيمان لاباري ديال هذيك الساعة، كان قال لها خاص إيمان تكون عندها لاباري دار لها في الرجل من برا خاصها تجاب، ولكن قال لها الحمد لله ما تخافيش على ايمان، حنا غنديروا المستحيل، غنديروا الاجتماع، غنديروا كل شيء باش ان ايمان تجيها لاباراي من برا. هذاك الشيء اللي سمعته صافي بقينا في حال هكا كنتسناو، كل شويه كل سيمانه كيعيط كيقول لي ايمان انا راه باقي زعما مدير معاك، ما تقوليش انني نسيتك ولا هادي. صافي حتى واحد النهار ما مشات عند الطبيبه ديالي اش غير ما عرفت شنو باغا تجيب لي واحد الدواء من عندها، وتقول لها جيبي ايمان باش تنعس. قالت لها ماما علاش؟ قالت لها راه حيت الطبيب راه قال لي راه يمكن ايمان هاد السيمانه يعيط ولا. قالت لها لا غير جيبيها راه غتنعس واحد السيمانه، غير راه لقيت لها واحد الحل. ديك الساعه انا ما كنتش كندير لا عكاز لا حتى شي حاجه، كنت كنمشي وخارج اللي داراني كنت كنمشي عادي. وهي تقول لها ماما واخا، ماما ثقت فيها. منها مشات قالت لها غادي نعطيها اندوق الايمان واحد البراوات فركبتها، وان شاء الله حصل ليها من لاباراي، حصل لها من العمليه. وهي تخلع قالت لها واش تبغي بنتك كل خمس سنين تولي تحرج لها وتحيد هذيك لاباراي ودير لاباراي واحده اخرى وسميتو في الاخر غتقطع عليها. ماما تخلعات من بعد صافي هذاك، من مشيت نعس عندهم هذيك 15 يوم ولات كدوق لي براواش في ركبتي، كل سيمانه كدوق لي برا في ركبتي. ومن بعد من وراها بسيمانه ما نخرجش من تما صافي، لا بقاش كنقدر نمشي. من موراها مشيتي عند شي طبيب اخر عطاك الامل انه ممكن هادشي يدير لي الحل؟ كاين شي تشخيص طبي يعني مشي طبيب اللي هو كفء؟ كنمشي غير عندهم همايا، كل مره كنمشي كل 3 شهور كنمشي كنلقى طبيبه اخرى، ما كنلقاش نفس الطبيبه، كل 3 شهور كنلقى طبيبه. ومنا كنسول كنقول لها عافاك اعطيني، انا راني عييت اعطيني اعطيني ورقه باش نمشي عند شي طبيب باش ندير العمليه. كتقول لي بلاتي بلاتي من بعد من بعد من بعد، علاش ما عرفتش. انا غادي نقول لك بانه ان شاء الله عما قريب غادي نشوفوا ذوي الاختصاص، يعني اعتقد هادو اطباء ديال العظام تروماتو يعني مختصين اللي غادي يشخصوا الحاله، ولما لا الى عطاونا الامل يا ربي تولي تمشي غادي نتبعوا معك هاد الامور. وحنا لازلنا ننتظر بشغف لنا القرار ديالك باش نتبعوا معك اسف ان شاء الله. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الام ديالها حبيبه اقرب الناس العمود الفقري ديال ايمان، كيفاش كتشوفي هاد المعطيات؟ وبحكم انك انت من العائله الترابيه اللي رباتها 26 سنه، هاد المعلومات كانت كنتي عارفاهم انت؟ كنت عارفه شي حاجه وشي حاجه ما عارفاش. كنت عارفه هي مريضه، هي ملي كانت صغيره هي مريضه مسكينه. ايوا كنا تنتسناو دائما ديك العمليه ديرها، ما بقات زعما تتكمل داك السن القانوني، وماتت الوالده ديالها صافي. ما ولكن الاسرار الاخرين ما قلتهمش لك ربيع؟ لا ما قالتش ليا. يعني كتحفظ هي؟ لا ما كانتش تقول ليا. دابا عما قريب الصحيحه ديالها تولي شويه ان شاء الله مزيان غتمشي لاسفي. هذاك الشيء اللي قلنا ان شاء الله، وتا هي ارتاحت شويه ملي دوا معها الناس ديال اسفي تنشكرهم، ارتاحت شويه قال رحبوا بها تنشكرهم بزاف، رحبوا بها وقالوا لها حنا غنتعاونوا معاك غير اجي لاسفي ما يكون عندك حتى شي تخوف. والحمد لله ارتحت شويه وارتحينا حتى حنا معاها. نتمنوا خير ان شاء الله يا ربي، الله يوفقك. وحنا مستمرين معك مشاهدينا الكرام، هذا هو جديد في الموضوع ديال ايمان. الشكر جزيل مره اخرى كما اقول دائما للمغاربه في المغرب وخارج المغرب، وكذلك الاضافه اللي تقدموا بها الناس ديال اسفي، التآزر ديالهم بشكل قوي مع ملف إيمان للمساعدة في الظرفية الراهنة من أجل الوصول للهدف اللي هو شكون هي الأم ديال إيمان. مشاهدينا الكرام دورنا أن نقدموا هذه المادة في إطار الإفادة، وكذلك تفتح باب اللي لقينا فيه إشكالية كبرى في مثل هذه المواضيع، لأنه مسألة الأم والبنية أو أم أو أب مع الأبناء دياله من أصعب الأشياء، كل واحد القصة ديالو. في خضم الموضوع اتصلت بيا واحد السيدة مشكورة اللي عطتني قصة مهمة في الموضوع، علمتني بشكل كبير فيها نوع من العلاقة بنفس الطريقة الإشكال اللي تطرح الإيمان. هاد السيدة تكلمت معايا بحكم أنها شاهدة على قصة ديال واحد الأم كانت عطات بنتها، عطات ولدها عفوا، سنين طوال ملي بحثت عليه لقاتو كتشوفو كتمشي ما كتهضرش معاه.
إلا أن في الأواخر دخلها واحد المرض اللي هو صعب، حسات بأنه غادي تفقد الدنيا، فبدأت خطوات من أجل أنه تشوف ذاك الإبن لدوي معها مرة واحدة. كانت هذه السيدة لها دور كبير، أنه هي كتكون في مدينة وهذه السيدة اللي عندها الموضوع كتكون في مدينة أخرى. السيدة خدت اللي تكلمت معايا خداتك شهادة وخداتك أنه تدير هذه صلة الرحم بين تلك الأم وذاك الإبن. انطلقات من الدار البيضاء المدينة أخرى، بالضبط مراكش فين كيعيش ذاك الوليد الناس اللي كبروه. قالت لي الأم ديالك هو كنعرف راسو بالتبني، قالت لي بين الموت والحياة، قالت لي بغاتها تشوفك لآخر مرة. طبيعة الحال كان عنده الرفض، والعائلة اللي رباته ما قدرت تصنع القرار لأنه هو كبر. حاولات معاه في ليلة كلها وهي تما هاد السيدة، ما توفقتش، رجعت للدار البيضاء. حوالي 12 صباحا من ذاك اليوم جاء الخبر أنه السيدة ماتت. حوالي 4 أيام من وفاة الأم ديالو، هذاك الشاب صاب بانهيار لدرجة أنه حماق. أسباب ومسببات الواقعة، تحليل ليس الهدف هو الهلع والخوف من هذه المعطيات، ولكن صلة القرابة وصلة الرحم من أروع الأشياء كيفما كانت الظروف. تمنينا أنه تكون صلة الرحم كذلك بين فاتحة والابنة إلى توفقوا، وتمنينا كذلك أنه أي ابن مع الوالدين ديالو تكون صلة الرحمة فقط، يا إما ترجع الأمور كما هي، وهي من أصعب الأشياء لأنه فقدان 26 سنة العلاقة ليس بالأمر الهين، ولكن صلة الرحم كتحاسب عليها مع الله عز وجل. في خضم الموضوع هذا رسالة وقائع حقيقية طروات لي أنا، وصلت بهذه الرسالة ووعدت أنني غنوصل هذه الرسالة للرأي العام. كل من له صلة والمساعدة وتضافر الجهود في الموضوع ديال الإيمان من أروع الأشياء، الله يقبل أجر جميع المغاربة في المغرب وخارج المغرب، لأنه إيمان هي عندها هدف والأسباب تختلف والغاية واحدة. الغاية ديالها تعرف الأم ديالها، ولكن الأسباب هي اللي كانت عند فاطمة عرفت الإبنة ديالها، هي اللي عند فاتحة عرفت الإبنة ديالها. وهنا بين قوسين إيمان عنده واحد صدر رحب، أي معلومة كتجي من عند المغاربة كنوضعوا رقم الهاتف ديالها، هي اللي كانت كتخبر فاتحة، هي اللي كتخبر فاطمة. والشكر الجزيل للمغاربة اللي كل واحد وصلوه للمكان ديالو، ولكن لازلنا في الموضوع اللي هو ديال إيمان. السر عند حفيظة. مرة أخرى أرجوك قبل انتقال الأسفي، أي مغربي أي إنسان كنوضع رقم الهاتف هنا ديال إيمان، وبالأخص ناس الأسفي، وقدروا يتواصلوا معاه بواحد طريقة ضيقة من أجل توصلها الرسالة وتخلي المنحة ديال البحث أنه يستمر من أجل ابنة تعرف الأم ديالها. كما قلت في السابق، نعم دور جوهري مهم هما اللي رباو الله يوليهم برحمة الله، ولكن يبقى سؤال من هو الأب والأم الأصليين من حق أنها تبحث. أي إنسان يدير المكان دياله في الوضع ديال الإيمان سوف يكون له نفس الإحساس. مشاهدينا الكرام، احنا إن شاء الله نتبع الوضع الصحي دياله، وعما قريب اللقاء ديالنا غادي يكون في آسفي. تمنوا خير يا ربي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.